مشاهدينا إلى فقرة المعلومة في دقيقة يا شباب. معلوماتنا اليوم في الرياضة مع الكابتن حمد الهواش، نتابع. هذا مستحيل أقدر أسويه. اليوم راح نتكلم عن موضوع ما في قواعد ثابتة. طبيعة جسم البني آدم تختلف من شخص لآخر، وبرضه قدراته وإمكانياته تعتمد على عوامل كثيرة، منها قديش هو اشتغل عليها، مو بس كذا، حتى الوسيلة في تطبيقه وإنجازها. أي شيء ما نقدر نحصله طريقة واحدة، وهذه نعمة مدنا بالفائدة والحجة بعدم الاستسلام. يعني اليوم حاولت أسوي شيء وما ضبط معايا، مش مشكلة، بكرة أرجع أسويه بنفس الطريقة ومجهود أعلى، خلاف العمر إلي ما نوصل لموضوع الجينات. الطرق والأساليب مرة كثيرة، لكن تبقى كلمة السر واحدة اللي هي استمرارية. وبعد الفاصل، شباب يعشقون الفن بعيدا عن الشهرة، انتظرونا.